السلام عليكم. اليوم ما شاء الله غادي نشوفوا مجموعة من البيكوبات اللي معروض للبيع في بزاف ديال المدن المغربية. غادي نشوفوا الإيسيزو، نشوفوا الميتسوبيشي، ونشوفوا كذلك تويوتا، وكذلك غادي نشوفوا الإيسيزو الشينوية والبيجو إن شاء الله. إذا نبدأ على بركة الله بأول وحدة معنا هاد الإيسيزو الشينوية، كاينة في مدينة مراكش، كاينة في مدينة مراكش. نخليكم تشوفوا التصاور ديالها. دينا هي كما كتلاحظوا معايا، هذه اي سي جي شينويه. بالنسبة لهاد الإيسيزي الشينوية فمولاها تيطلب فيها 72,000 درهم، كيطلب فيها 72,000 درهم، 7,040,000 ريال، 7,040,000 ريال، موديل 2012، مازوت 10 د الخيل، إيسيزي شينوية مليحة، موديل 2012، صباغة ديال الدار، الموتور عمرو تحل، باقي مليح، باتري جديد، البنوات اللور جداد. ندوز دابا لطوموبيلة واحدة أخرى معنا، هادي هاد الميتسوبيشي ال 200، هادي كاينه في الزمامره، الميتسوبيشي ال 200 كاينه في الزمامره. نشوفوا التصاور ديالها ومن بعد نشوفوا المعلومات الاخرى الخاصه بها. بالنسبة لهاد السيارة هادي فمولاها تيطلب فيها 125,000 درهم، 125,000 درهم، 12,500,000، ميتسوبيشي ال 200 موديل 2012، مازوت 10 د الخيل، الثمن ديالها 12,500,000، موديل 2012. ندوز دابا لطوموبيل واحدة أخرى معنا، هاد البيكوب هادي كاينة في مدينة طنجة. عندنا هادي ميتسوبيشي كاينة في طنجة، ميتسوبيشي كاينة في طنجة، بالنسبة لهاد السيارة هادي لي كاينة في طنجة فمولاها تيطلب فيها 93,000 درهم، 93,000 درهم، 9,300,000، 9,300,000، موديل 2008، مازوت 11 د الخيل، بيكوب مخية لي بغاها يصوني. ندوزو دابا لطوموبيل واحدة أخرى معانا، هاد البيكوب هادي كاينة في هاد الميتسوبيشي، كاينه في مدينة مراكش. نشوف التصاور ديالها، ميتسوبيشي ال 200، انا كلشي كيعرفها. بالنسبة لهاد الميتسوبيشي ال 200 فمولاها تيطلب فيها 10 د المليون ونص، 10 د المليون ونص، 105,000 درهم، 105,000 درهم، كاينة في مراكش، موديل 2009، مازوت 10 د الخيل، سيارة من نوع ميتسوبيشي بيكوب في حالة جيدة مع عدم حدوث أي حادث.
الثمن ديالها 10 مليون ونص، 105,000 درهم، كاينه في مدينة مراكش، موديل 2009. ندوزو دابا لهاد التويوتا، هادي كاينه في بني ملال، تويوتا كاينه في بني ملال، تويوتا هيلكس كاينه في بني ملال، تويوتا هيلكس. شوفوا التصاور ديالها، ده بالنسبه لهاد السياره هادي، كاينه في بني ملال. هادي مود، هادي الثمن ديالها كيطلب فيها 85,000 درهم، 85,000 درهم. تويوتا هيلوكس باقا مليحه، موديل 2001، مازوت 10 الخيل، موتور جديد، بنوات جداد، صالون دوريجين مليح، الطابله مليحه، جفنه ديالها البلاستيك ضريبه 650 درهم، وكيقبل الريبريز، يقبل الريبريز. ندوزو لهاد البيكوب واحدة أخرى، هاد البيكوب كاين في مدينة فقيه بن صالح، هادي اي سي جي كاينة في فقيه بن صالح. شوفو الثمن ديالها المعلومات الخاصة بها. هذه بيكوب ميتسوبيشي إندلوس، بالنسبة لهاد البيكوب ميتسوبيشي إندلوس هذه كاينة في فقيه بن صالح، الثمن ديالها كيطلب فيها 66,000 درهم، 66,000 درهم، هي 6,600,000، 6,600,000، 6,120,000 ريال، تقريبا 6,500,000. موديل 1992، مازوت، موتور جديد، مولاها تيقولها لأن الموتور ديالها باقي جديد. ندوزو طوموبيل واحدة أخرى معانا، هاد الطوموبيلة كاينة في الرباط، كاينة في الرباط، ميتسوبيشي إندوسون. بالنسبة لهاد السيارة هادي، مولاها تيطلب فيها، هادي كاينة في الرباط، كيطلب فيها الميتسوبيشي إندوسون، كيطلب فيها 160,000 درهم، 160,000 درهم، 16 مليون، 16 مليون، مازوت 10 الخيل، ميتسوبيشي إندوسون، تخي بون إيطا، بخوميييغ مان، أفيك فيبل كيلومتراج. ندوزو لطومبيل واحدة أخرى معانا، هادي كاينة في مدينة الدار البيضاء، ميتسوبيشي إندوسون، ميتسوبيشي إندوسون، طوموبيلة باقا نقية، بالنسبة لهاد الميتسوبيشي هادي فمولاها تيطلب فيها 133,000 درهم، 13,300,000، 133,000 درهم، 13,300,000، موديل 2017، مازوت، 10 الخيل،
Je vous propose une très belle voiture peu utilisée avec un prix négociable. C'est un قابل للنقاش. C'est un ديال 13 مليون 300 133 ألف درهم. إذا كانت هذه آخر سيارة معروضة للبيع، يعجبك كنشوف واحدة من هذه السيارات كتبوا الرقم الهاتفي ديال المنافس. ما عليكم إلا تواصلوا معايا على رقم الواتساب 0637 10 18. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتتبعوا دائما، راحنا كنحطوا لكم فيديوهات جداد على القناة ديالنا. مع السلامة.